نحن كنا محظوظين الجيل الذي عايش الجيل المؤسس للتعددية الإعلامية في الجزائر، وبالتالي كانت تلك الأسماء بالنسبة لنا احنا في الوقت هذاك يعني في التسعينيات ولا في نهاية الثمانينات كحلم انك تشوف أسماء صحفية كبيرة من شاكلة المغفور له بإذن الله الأستاذ علي الفضيل اللي هو اسم على مسمى، يعني على أعلى الله مقامه مع الصديقين والشهداء والصالحين. بالنسبة لنا احنا كصحفيين كجيل يخلف الجيل المؤسس للتعددية الإعلامية بكل أطيافها وبكل ألوانها السياسية والتعددية الإيديولوجية، بالنسبة إلينا هذيك عبارة عن قدوة للجيل، جيلنا والأجيال القادمة.